اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. المباراة المقبلة لفريق الوداد الرياضي. تتواصل نهاية الأسبوع الجاري منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الأول بإجراء مباريات الجولة 26، وستعرف الجولة مواجهات مثيرة سواء على مستوى مقدمة أو أسفل الترتيب، حيث سيستقبل الوداد الرياضي متصدر الدوري المغربي نادي الشباب الرياضي السالمي في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس يوم الأحد 19 يونيو على الساعة 7:15 مساء. ويسعى زملاء يحيى جبران إلى محاولة نسيان الهزيمة في الديربي أمام الرجاء والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والعودة لسكة الانتصارات للاستمرار في صدارة الدوري المغربي وضمان البطولة الوطنية الثانية على التوالي. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.